السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم من جديد في قناتكم قناة كتاكيتو بني لتربية الدجاج. النهاردة الحلقة هتكون مختلفة، والحلقة النهاردة هتفيد ناس كتير جدا في تربية الدجاج في المنزل، خاصة ربات البيوت وأي حد عايز يربي فراخ أو كتاكيت في بيته. أول حاجة عندنا النهاردة هنتكلم عن تربية الدجاج المنزلية من الكتكوت للفرخة، وهنعرف مع بعض إزاي نربي الفراخ من الكتكوت لغاية لما يكبروا ويكونوا فراخ. أول حاجة عندنا تحضير مكان الكتاكيت. طبعا أول حاجة لازم أنظف المكان كويس وكحته وأطهره ورشه بالكلور الخام، وبعد كده بغسل أدوات الأكل والشرب واتركها يوم مغلق، وبعد كده بفرش الأرضية نشارة وتراب أو قش، وطبعا بجيب جهاز ترمومتر لمعرفة درجة الحرارة، ولازم الحرارة لا تقل عن 30 درجة مئوية للكتاكيت و 25 درجة مئوية للطيور الكبيرة، لأن البرد بيسبب أمراض كتيرة وهو ده بيكون سبب المشكلة. طيب خامس حاجة، طبعا بخلي بالي كويس قوي من التيارات الهوائية اللي داخلة من الشبابيك، والإنارة بتاعتي لا بتكون هي ضعيفة ولا تكون ساطعة، والنظافة والتطهير طبعا بيكون مرتين في الأسبوع. تاني حاجة عندنا الأكل والشرب واستقبال الكتاكيت من عمر يوم. أول حاجة طبعا بحط علف بادي للكتاكيت، أما الشرب بجيب كوباية صغيرة ينسون مغلي وحط عليها كيس محلول معالجة الجفاف وخمسة سنتي عسل أسود، وحطهم كلهم على بعض وضيفهم على لتر مية لمدة 12 ساعة. رابع حاجة عندنا بعد كده بحط 1 سنتي فيتامين ألف دال 3 ه بجانب 3 سنتي من الأملاح المعدنية، بحطهم على لتر مية مرتين في الأسبوع، ولازم أعودهم خلي بالنا على الخضروات وفضالة الطعام البيتي من بعد عمر أسبوعين تدريجيا. ثالث حاجة عندنا علاج الإسهال المرضي، طبعا بنحط 5 سنتي فلاجيل بشري على لتر مية في سقوة واحدة، وخمسة سنتي من خلطة البصل بالتبادل، وهنشرح مع بعض ازاي اعمل خلطة البصل الصحيحة. رابع حاجة عندنا علاج الاسهال الغذائي، طبعا بغلي شاي تقيل بليمون واحط مقدار فنجان منه على لتر مية بجانب معلقة نشا كبيرة لكل كيلو علف حتى يزول الاسهال. طبعا اتجنب في فترة الاسهال الخضروات والخبز المبلول. خامس حاجة عندي استخدام خل الطعام في ماء الشرب، وده بيكون مرتين في الاسبوع، والمقدار بجيب نص فنجان خل طعام على لتر مية. ملحوظة مهمة، خل الطعام طبعا وسط حمضي بيمنع نشاط البكتيريا والفطريات، ويعتبر مضاد سموم كيميائي وله فوائد أخرى كتيرة. سادس حاجة عندنا استخدام اليود للجروح، طبعا في حالة الإصابة بأي جروح أو خدوش أو خراج القدم لازم أطهر مكان الجرح بصبغة اليود حتى لا تنشط الميكروبات فيه، وخصوصا ميكروب الإسكاف اللي بيسبب التسمم الدموي، وللاحتياط بنستخدم امبسلين بيطري جرام على لتر مية لمنع التسمم. سابع حاجة عندنا أكل وشرب البداري، طبعا لما بيكبر الفرخ شوية عمر شهر أو أكبر تأكله علف نامي بجانب الخضروات زي البرسيم والخس وورق الكرنب والجرجير والبقدونس والكرات وغيره، ولو هتأكله عيش مبلول يبقى أعصر الخبز جيدا من الماء وأخلطه بقليل من كزب فول الصويا
واعرف ان الخبز المبلول بجانب الخضروات بيسبب اسهال للطيور لمنعه حط شيش ذرة بجانبهم. تامن حاجة عندنا الديدان وعلاجها. في عندنا معلومة صغننة، بسبب اكل الخضروات طبعا ممكن يسبب اصابة الطيور بالديدان، وعلاجها نعمل ايه؟ بنحط معلقة صغيرة من سترات البيبرازين البيطري على لتر مية على غيار الريق، وبعدها بساعتين هنحط ليهم الطعام، وكرر الكلام دوت كل اول شهر. تاسع حاجة عندنا الكركم والثوم للطيور، وده بيعتبر رافع مناعة قوي جدا ومضاد حيوي طبيعي، وبيزود في الوزن ومطهر للمعدة، وأيضا يعتبر منشط للإخصاب. بنحط معلقة كبيرة من الكركم ومعلقة كبيرة من مسحوق الثوم البودرة على كل 3 كيلو علف، وأخلطهم جيدا. عاشر حاجة عندنا الدجاج البالغ البياض. طبعا عند بلوغ الطيور يجب وضع ديك لكل 5 فرخات حتى نضمن تخصيب بيض جيد والحد من مشاجرات الديوك، ويجب عمل بياضة من الخشب ليبيض فيها الدجاج، وكل ما كانت البياضة معتمة وبعيدة عن تواجدهم تساعد الدجاج في عدم أكل بيضه، ولازم مكان المعيشة يكون واسع غير ضيق. المعلومة 11 الأمراض والتطعيمات. طبعا بعض الأمراض لا يستجيب معها شغل الأعشاب زي الكوكسيديا والمايكوبلازما وجميع الأمراض الفيروسات وغيرها، فلا غنى عن الأدوية والتطعيمات، وللأسف جميع التحصينات عبوتها تكفي لألف فرخ، يعني ما فيش منها عبوة لأعداد صغيرة. والأمراض اللي محتاجة تطعيمات كتيرة، فيكفي الاستخدام تطعيم النيوكاسل لأنه أوسع الأمراض انتشارا، فيعطي تحصينة هيتشينر عيني عمر أسبوع وبعدها عمر 18 يوم في ماء الشرب، وتحصينه عمر شهر في ماء الشرب اللي هي كولون. والتقطير في العين أفضل من الشرب، وبعدها كل شهرين حقن تطعيم زيتي، ولا أعلم ده هيبقى متوفر أم لا. طبعا عندنا المعلومة 12 خلطة البصل. احنا طبعا عشان نعمل خلطة البصل بنجيب نص كيلو بصل وربع كيلو ثوم وربع كيلو ليمون، وقطعهم وعليهم لتر خل طعام، كل ده بنضربهم في الخلاط وصفيهم. طب وبعدين بحط منهم 5 سنتي على لتر مية مرتين او 3 في الاسبوع، وطبعا ما ننساش التفل برشه على العلف امام الطيور. ونصيحة مهمة ملحوظة مهمة، الخلطة دي بيبقى لها فوائد ممتازة، بتزود الوزن ومطهرة للامعاء ومضاد حيوي ورافع للمناعة ومضادة للسموم، وليها فوائد اخرى كثيرة، يبقى نركز في الشكل ده كويس قوي. المعلومة 13 استخدام الخميرة والفحم. طبعا الخميرة ليها فوائد كتيرة، فهي بتساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم، وتحتوي على فيتامين به المركب، وبتزود الوزن وبتحسن الهضم وغير ذلك. بنحط معلقة صغيرة خام بودرة على كل كيلو علف مرتين او 3 كل شهر من عمر 15 يوم فيما فوق. الفحم، فحم الشوي المجروش وله فوائد عظيمة، فهو بيساعد على الهضم، مطهر للامعاء، ماص للسموم، وبيكبر اعضاء الدجاج بصورة غير مرضية. طبعا بنحط معلقة كبيرة فحم مجروش على كل كيلو علف مرة كل شهر. المعلومة 14 الطيور والشمس.
طبعا تعريض الطيور للشمس هي أكبر هدية ليهم، فهي بتزودهم بفيتامين د لمنع العرق، وبتساعدهم على قتل الفيروسات والميكروبات. وأفضل الأوقات هي بعد الشروق بساعتين وقبل الغروب بساعتين، واحذر لو في أي تيار هواء. آخر معلومة عندنا الخمستاشر عند وضع البيض، بلم البيض أول بأول وما بحطهوش للدجاج عشان ما يكسروش، وممكن الدجاج يتناول البيض فتصبح عادة لديهم ويأكلوه، وحتى لا تجذب الفئران فهم يعشقون أكله. وبكده تكون حلقتنا خلصت، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. ولو في أي استفسار عن أي شيء يخص الحلقة نسأل في التعليقات، وإن شاء الله هنقوم بالرد عليكم في أسرع وقت ممكن. وما ننساش يا ريت الناس تدعمنا، أي حد من المشتركين في القناة تدعمنا بلايك لو الفيديو عجبك، أو شير وأشير الفيديو لأكبر عدد ممكن علشان الناس اللي بتربي الفراخ والكتاكيت تستفيد من القناة. ولو مش مشترك معانا في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان أي حلقة نزلناها جديدة يجي لحضرتك إشعار. الإشعار دوت بيقولك إن في حلقة جديدة نزلت في قناة كتاكيتو بني عشان تتفرج عليها. وياريت ما ننساش إن الناس تدعمنا وتشترك بالقناة عندنا، وأكون شاكر، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.